الشباب على كنيسة هنا أصبحان كنيسة أول حين ندخل الكنيسة يصور شيخ المسيح Father, Kanisa, Asfahan, Iran, Church, Iran, Asfahan, Van Church, Khel Kachen, Khel Kachen. صور المسيحية لبعض القصص المسيحية سيد المسيح طبعا كلها موجودة من بعض الكنائس القديمة الإيرانية وبعض الدور المسيحية كلها كانت في زمان الملوك المسلمين يعني شوفوا الشاه عباس الأول والشاه زاد قاجاري اليوم كانوا مسلمين
هنا تصوير أعتقد قرية يسمى الله عليها أم المسجد. هذا طقوس أحد الحواريين اللي كانوا من سيد المسيح صلى الله عليه وسلم. The best of Iranians tar makers was Christians, was Armenian here in Isfahan, and we can see their tars which make by them. For example, Yahya and Malcolm. Oh, Yahya is a Christian. Yes, a Christian, and Malcolm. Malcolm and Yahya were the Christians. It's expensive, his tar now. Very expensive, and the best tar. Best tar, yes. The old carpets. الزخرفة خذوه بعد اخواننا ياسين وشوفوا يسووا آية بالجبر. هذا من السيراميك الايراني اللي يسوونه في بعض المساجد وبعض البيوت. السيراميك نسوان الحسين طبعا منقوش. واو كاشي يسمونه بالإيراني كاشي سيراميك اسمه كاشي يس يس كاشي هذا موجود اللونين هذول الأصفر والأزرق موجود في أغلب المساجد وأغلب الكنائس اللي شفتها في إيران والبيوت بعد بعض الأسواق. القرن 18 I think enough.
أوكي.